السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات الشيف حليمة. اليوم غادي تقدم لكم بنوتي الصغيرة الشيف أميرة، غادي تقدم لكم هاد سميتو ليس لي فروي هاد بهاد الطريقة سهلة معمرة بحال ما هكذا في الأناناس. كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تعجبكم الطريقة ديال التحضير ديال بنوتي أميرة، وكنتمنى التشجيعات ديالكم. وبالصحة والراحة، دابا نمروا للطريقة والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أميرة. اليوم باغي نقدم لكم هذا ساغ زوين وخفيف ويعجب الكبار والصغار. يلا ندوزو المقادير. هنا خاصنا المشمش، الأناناس، البنان، الخوخ والبرقوق. إما هنا عندنا الياغورت، أنا عندي هذا ديال البنان، ولكن تقدروا تستعملوا أي واحد عندكم. إما هنا عندي قطعة من الأناناس، قطعة من اليمامي هكذا. ندوزو دابا التحضير ديال الوصفة. دابا نبداو نضيفو المقادير. أول حاجة نضيفو الأناناس، نضيفو مشمش، نضيفو الخوخ، نضيفو البنان، نضيفو البرقوق. دابا نضيفو الياغورت. نضيفو كامل. غادي ندمج هاد العناصر. دمجنا العناصر ديالنا، غادي نضيفو في الأناناس. غادي نضيف الخطوط. أنا عندي هذا ديال الشوكولا، غادي نضيفو الخطوط تاع الفراغولا. الشكل النهائي كما تشوفوا تيجي فن. ديروا لايك، عملوا لايك يا بيعجبكم ان هذا الرضا ديالكم. ديروا سبسكرايب للقناه تاع مامي. باي.